مشاهدينا بهي الحلقة الجديدة من اللاذقية. رح أكون معكم اليوم في رحاب جامعة تشرين، وذلك عن المعرض الذي يقام اليوم وهو بمناسبة يوم البيئة العالمي. يقيم المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين بمعرض بعنوان الاستدامة البيئية وكيف يمكن الحفاظ على هذه البيئة من خلال اليوم كل العوامل، سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية، إضافة إلى موضوع الحفاظ على البيئة واليوم تدوير مخلفات البيئة لكي تكون هناك بيئة نظيفة خالية من كل ما يمكن أن يشوه هذه البيئة، حتى اليوم من خلال بعض الكيماويات الموجودة. وهذا الموضوع كان مهم جدا هذا العام، لأنه كان هناك توقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعة تشرين معهد العالي لبحوث البيئة وأيضا مصفات دمشق للبتروكيماويات، وكان هذا الموضوع هو تعاون وتشارك ما بين الجهتين من خلال إرسال بعض الطلبة واليوم بعض المواضيع لتأكيد البحث العلمي وتطبيق هذه المشاريع ما بين العمل والعلم. حول كل هذه التفاصيل سنكون في بعض المحاور، بالإضافة اليوم لابد من الإشارة إلى أنه كان هناك بعض إلقاء لبعض المحاضرات حول بعض العناوين المهمة جدا، ومنها كان أيضا مناقشة موضوع المناخ. بالنسبة لهذه التفاصيل سنكون اليوم مع مدير، بداية خلونا نكون مع الدكتورة هوم. مرحبا. مرحبا. تعرف عليك دكتورة. دكتورة سهير رئيس، رئيس مجلس إدارة جمعية ساحل سوري لحماية البيئة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. شكرا على اهتمامكم بتسليط الضوء على دور المجتمع الأهلي بالمشاركة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص في حماية البيئة والوصول للتنمية المستدامة في سوريا. دائما التنمية المستدامة أساسها يكون المجتمع المحلي. عندما ننطلق من المجتمع المحلي نحصل على هذه التنمية المستدامة وخاصة الاستدامة البيئية، لأن هذا الموضوع ينطلق من الفرد نفسه. طبعا بالتأكيد هذا الكلام سليم، ومن هون بيجي أهمية المجتمع، عفوا الجمعيات البيئية، لأنها بتتعامل مع المجتمع المحلي، ونحن عم نغطي كل القطاعات. عنا تعامل مع المجتمع المحلي وعنا تعاون مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص ومع الإعلام. ما ننسى دور الإعلام من أهم الأدوار بتسليط الضوء على قضايا البيئة ومشاكلها وحلولها، ويوجد اختصاص قائم بذاته هو الإعلام البيئي، بتعرفي حضرتك بالتأكيد. احنا عندما نتحدث عن التنمية المستدامة، انا بدي ارجع لهذا الموضوع اللي انت حكيتي حضرتك، وخاصة انه مجتمع محلي. انا عندما اقول اليوم مدن هي تسعى لهذه التنمية المستدامة، اذا هي مدن ذكية تسعى لتطبيق كل ما يمكن ان في هذا المجال. بالتأكيد. هلا نحن بجوز البنية التحتية لدينا في سوريا ما بتساعدنا انه نوصل بسرعة للمدن الذكية والمدن الخضراء، بس ما في شيء مستحيل، ونحن كجمعية تماما بدنا نحاول بدءا من الشارع الصحي أو القرية الصحية وصولا إلى المدينة الخضراء أو المدينة الذكية مثل ما قلتي حضرتك. شكرا كثير لك دكتورة، موفقين. اهتمامكم. شكرا جزيلا. شكرا عزيزي. دكتورة هاجر، مرحبا دكتورة. دكتورة ناخذ دكتورة. أهلا. شو أخبارك؟ أهلا. لو سمحتي دكتورة، بنحكي اليوم نحن ببرنامج من اللاذقية، بدنا نحكي عن أهمية اليوم هذه المشاركة وتوقيع مذكرة التفاهم، وبالإضافة إلى المعرض اللي هو مخلفات للبيئة. طبعا المؤتمر بحد ذاته فعالية كبيرة نقوم فيها في كل عام لتأطير الفعاليات التي تنجز في مجال البحوث العلمية، سواء طلاب دكتوراه أو ماجستير أو أعضاء هيئة تدريسية، وتبني هذه طبعا النتائج على أرض الواقع من قبل الهيئات والعلمية والشركات والمؤسسات التي دعيناها حتى تقوم بهذه المهمة. ولعل مصفات طبعا دمشق لحضورها هذا العام هو حضور داعم، باعتبارنا وقعنا للتو اتفاقية توأمة بين جامعة تشرين ومصفات دمشق للبتروكيمياء، وهذه المصفات طبعا ستقدم خدمات جلة في مجال البحث العلمي، في مجال حل المشاكل، في مجال دعم الدراسات العليا، في مجال الشراكة بين الجامعات والشركات من جهة أخرى، وهذا منحقق طبعا دور الربط بين الجامعة والمجتمع.
بشكل عام. شكرا كثير لك دكتوره هاجر، موفقين اكيد. نحن رح ننتقل لحتى نكون مع الدكتور سامر ابو عمار وهو مدير مصفات دمشق للبتروكيماويات للحديث معه حول اهميه هذا التعاون والتشاركيه، وخاصه بان المصفات اليوم ممكن ان تتلقى بعض هذه المشاريع لتطبيقها ضمن البحث العلمي. مرحبا دكتور. اهلا، مرحبا، اهلا فيك. دكتور، نحن هلا حاليا ببرنامج من اللاذقيه، بدنا نحكي تفاصيل اليوم اهميه اقامه هذا المعرض واطلاعكم على بعض المشاريع، اهميه توقيع مذكره التفاهم وتبادل الخبرات. اولا اسمحي لي انه هني جامعه تشرين باستضافه هذا المؤتمر الناجح بعنوان الاستدامه البيئيه، وياتي تزامنا مع الاحتفال في يوم البيئه العالمي، التي نحن في الحقيقة لم نعطي بيئتنا حقها من الاهتمام، فلذلك يأتي هذا المؤتمر من خلال المحاضرات والأبحاث والمشاركات التي رأيناها، يأتي لبنة إضافية في بناء وعي بيئي جيد من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة. تأتي مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة مصفات دمشق للبتروكيماويات مع جامعة تشرين في سياق خطتها العلمية لاستقبال واحتضان طلبة جامعة تشرين، كما استقبلت واحتضنت سابقا طلبة جامعة دمشق وطلبة جامعة البعث في مرحلتي الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا والدكتوراه، وكافة أيضا الباحثين من أساتذة ودكاترة وباحثين يرغبون في تطوير أبحاثهم أو تطبيقها ميدانيا أو اختبار نتائج أبحاثهم للوصول إلى نتائج أكثر دقة وأكثر جودة وقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني. جميل هذا الكلام. اليوم مذكرة التفاهم هي شيء جدا مهم، ولكن كيف اطلعت اليوم على المشاريع التي رأيتها ضمن المعرض؟ استمعت إلى الطلاب، استمعت إذا ماذا قدموا من أفكار جديدة هل يمكن الاستفادة منها تطبيقها ما بين الورق وعلى أرض الواقع؟ نعم، هناك العديد من المشاريع الرائدة وبعضها يأتي في سياق الاختراع. بعض هذه المشاريع سمعنا من الباحثين أنهم بعضها طوروها وطبقوها في ميدان العمل، والآن يحصدون نتائجها وثمارها. هذا شيء طيب وجميل، وأعتقد أنه يسجل علامة فارقة ما بين المؤتمرات التي تعنى فقط في الخطابات وتزويق الكلمات، بينما نجد الآن هناك أبحاث حقيقية تعمل على تطوير البيئة وتطوير المشاريع الصناعية لتحقيق قيمة مجتمعية وقيمة اقتصادية أيضا. شكرا كثير لك. أهلا أهلا، وتشرفت فيك. أكيد كنا مع الدكتور سامر أبو عمار وهو مدير مصفات دمشق للبتروكيماويات. الآن سنتحدث إلى أحد المحاضرين الذين قدم محاضرة وهي كانت عن المناخ، وهو موضوع مهم جدا، وخاصة هذه الأيام يكثر الحديث عن هذه التفاصيل وهو المناخ والتغيرات المناخية الحاصلة أو الطارئة هذه السنوات، بالإضافة إلى التغير اليوم في كل شيء تقريبا، وخاصة موضوع المناخ كان هو الحيز الأكبر بالنسبة لهذا الموضوع وتأثيره على البيئة بطريقة أو بأخرى. مرحبا دكتور مجد. تحياتي، يعطيك العافية. طبعا كان اليوم نحن باحتفالية يوم البيئة العالمية مشاركين بأبحاث مميزة طبعا من كل الكليات. أنا دكتور بكلية الهندسة الزراعية، باحث طبعا في مجال الاقتصاد القياسي، مشترك ببحث حول الذكاء المناخي ودوره في تحقيق الاستدامة البيئية. طبعا هو من المصطلحات الحديثة والمهمة جدا في مجال المناخ وفي مجال الاستدامة البيئية. طبعا هو عبارة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال نمذجة البيانات المناخية، ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال ثلاث نقاط. أولا تحسين استهلاك الطاقة من خلال تقنيات إعادة التدوير، ونذكر طبعا مثال في هذا المجال مشروع وستانا زيرف المطبق في مدينة دبي. طبعا هو نظام اقتصادي يهدف الى اعاده تدوير النفايات وبالتالي تحقيق الاقتصاد الدائري. طبعا الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف الى تجنب الهدر والاستخدام الامثل والمستمر للموارد، لانه نحن نعلم ان الموارد تتمتع بطاقه تجديديه او لها طاقه تجديديه معينه، يعني لها عتبه اقتصاديه، اذا تجاوزنا هذه العتبه تصبح هذه الموارد عرضة تصبح عرضة طبعا للهدر والانقراض مع الوقت. الذكاء المناخي
او بالاخص تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال نموذجة البيانات المناخي يحدد العتبه البيئيه والعتبه الاقتصاديه، والتي هي طبعا نقطه مهمه جدا بالنسبه للباحثين وبالنسبه للشركات الاقتصاديه العالميه من اجل المحافظه على الموارد. طبعا نذكر امثله في هذا، عندنا مشروع الكلايمت اول طبعا، وهو عباره عن تطبيق يساعد المزارعين في تحديد المناطق المناسبه لزراعه محاصيلهم، ايضا يساهم ايضا الذكاء المناخي في الاستدامه البيئيه من خلال تعزيز الانتاج الزراعي. ونحن نعلم طبعا انه الانتاج الزراعي هو جزء لا يتجزا ومن تحقيق اهداف الاستدامه البيئيه. شكرا لك دكتور مجد النعامي. شكرا لك. اكيد نحن رح نكفي جولتنا ضمن المعرض ونطلع ايضا على بعض مخلفات البيئه اللي كان فيها هي من العاملين بهذا المجال. شايفين نحن معنا شباب هون، مرحبا. اهلا وسهلا. تعرف عليه؟ محمد زكي. محمد تحكي لنا اليوم شو في قدامك؟ مشاركة شغل والدتي، بس هي تعبانة شوي، انا جيت محلها وشاركت كلها شغل خيشيات وشغل يدوي إعادة تدوير. سلامة قلبها، نوجه لها تحية كثير كبيرة. الله يوفقك يا رب. تسلم. أكيد كمان نحن معنا المهندس اللي رح يحكي لنا شوي عن أعماله، المهندس هيثم عجيب. مرحبا. أهلين سهلين، أهلا وسهلا. تعرف عليك أكثر؟ هيثم عجيب، مهندس مدني. أهلا وسهلا فيك، حضرتك مهندس مدني ولكن مهتم بمخلفات البيئة. من زمان إيه والله. حكينا شوي عن أعمالك. أعمالي أنا كلها مستوحات من الطبيعة، يعني كل شيء تدوير من الطبيعة. نعم. عيدان، أغصان، خشب، بلور، بلاستيك، كله بحيث أنه نستفاد منه، يعني هدايا وتنظيف للبيئة وتحسين للجو العام بشكل عام كله. هواية بالأخير. هواية بنفس الوقت، تعباية وقت. يعطيك ألف عافية، بالتوفيق. شكرا. سلامي. شكرا لكم. شكرا لكم. هذا كان المعرض ماذا يتضمن، ولكن سننتقل الآن إلى المشاريع التي كانت هي مهمة جدا من قبل دراسات طلاب الدراسات العليا في المعهد العالي لبحوث البيئة. نسمع بداية تفاصيل. مرحبا. هلا هلا. عرف عليك. منى قارح، خريجة كيمياء. شاركي بأحد المشاريع. احكي شوي عن مشروعك لو سمحتي. المشروع هو عبارة عن جسيمات حديد، عملنا لعملية إرجاع، حولناها لجسيمات حديد صفرية، طبعا طريقة خضراء طبعا أو تماشيا مع المؤتمر. أكيد الغاية منها هي الحصول على جسيمات قادرة على إزالة الملوثات النفطية من المياه. اليوم شرحتي الفكرة لجميع الأطباء والدكاترة اللي كانوا موجودين؟ أكيد كان في حضور، وبالأساس من الأشخاص اللي بيهمون هاي المواضيع، يعني أكيد شرحنا لهم هاي الأمور، والمهتم أكيد فين يرجع يتواصل معنا وياخذ الشرح المفصل أكثر. بالتوفيق. بالتوفيق. مرحبا. أهلين. هلا. أعرف عليك. أنا يزن داود، باحث يزن داود، معيد بقسم الكيمياء الحيوي. الباحثة جنى خضور، طالبة دراسات عليا بالكيمياء التطبيقية من جامعة تشرين. أهلا وسهلا فيكم. شفناكم عم تشرحوا مع بعضكم اليوم عن مشروع، مين بيحب يبلش؟ مشكلة. كان موضوعنا اليوم عن البلاستيك الحيوي، كونوا كل العالم عم يعاني من مشكلة البلاستيك، تلوث بيئي، غازات دافئة، فقررنا نعمل نحن نوع من البلاستيك الحيوي اللي نحن بنستفاد منه. أولاً خفضنا نسبة غازات دافئة، ارتحنا من البلاستيك، بالإضافة نحن صنعنا بلاستيك إذا زديناه بالتربة بنستفاد منه، بالإضافة بنستفاد منه كتسميد، لأنه هي البلاستيك الحيوي اللي نحن صنعناه إذا حطيناه بالتربة مجرد ما تحلل صار سماد عضوي بشكل عام لكل البكتيريا الموجودة، للنباتات الموجودة، وصار عندنا نوعين نحن من البلاستيك، بلاستيك صلب وأغلفي بلاستيكي. يعني هلا رح تشرح لنا عن البلاستيك الصلب صديقتنا جنى. اولا بدي احكي على المشروع، انه نحن اول شيء جينا من منهج الكيمياء الخضراء اللي هو هلا المحور العصر وكل ما عم يتطور اكثر، فوقت اللي جينا نتجه لقينا انه البلاستيك هو اكثر شيء نحن عم نتعامل معه سواء البلاستيك اللين، النايلون الى اخره. فهي المواد لما بتتعرض للحراره او عمليه معالجتها بينبعث منها غازات دفيئه وبيساهم بزياده الاحتباس الحراري، فنحن هذا من هون لقينا الفكره. فالماده الاوليه اللي نقيناها بحثنا هي نشا الذره، يعني ماده طبيعيه 100%، والمواد الاوليه كلها مواد طبيعيه. فنحن حضرنا البلاستيك القاسي عن طريق اضافه تراكيز معينه، ضفنا جليسيرين 5%، ضفنا الحمد لله. نحن انتم محضرين من المرحله الاولى الى المرحله النهائيه. نهائيه تماما. حصلنا على بلاستيك قاسي ولين
كل يعني قوام لين ونصف لين الى اخره. فهون عندنا مثلا هذا بلاستيك صناعي من مواد مشتقه من البترول، وهذا بالمقابل بلاستيك طبيعي 100% من مواد طبيعيه 100%، ما في اي ماده، حتى نحن ما ضفنا محسنات يعني، عرفتي كيف؟ ونحن ما زلنا عم نطور وحصلنا بالاخير على هذا القوام كغلاف. كمان في بعدها هون نحن عملنا كماده تغليف، هون اذا فينا نشوفها هي نحن استعملناها بدل نحن ما نعمل اكياس نايلو. ليش رح نعمل اكياس نايلو؟ نحن عندنا اكياس هي بتتحلل، يعني نحن انطلقنا من موضوع انه مو بس حتى ادويه، مواد غذائيه انا جربت فيها، حطينا نحن بعض المواد الغذائيه كسكريات، كبعض البقوليات، حمص مسلوق ما مسلوق، اثبتت فعاليتها حوالي الشهر ومع هيك عطت النتيجه مثل ما هي، ما في مثلا ريحه، ما عطت عفوني، ضلت محافظه على نفسها. وبالاضافه هون اذا استعملناها لتخزين الادويه لهلا عطت عيناتنا بحدود الشهر شهر ونص سبات. الكلام اللي عم تحكوه كثير مهم، قد ايه اليوم الفكره لترويجه لتسويق هذا المشروع لعرضه؟ نحن بنتمنى انه نلاقي الدعم يعني لمشروعنا، لانه نحن متحمسين ويعني عندنا هالاراده لحتى نتابع بالمشروع، نتمنى يعني مين انه يتبنانا يعني ان شاء الله مثل ما قال صديقتنا، بنتمنى حدا يتبنانا لانه عن جد المشروع جدا رائع، لانه في فائده للكل، في فائده للجميع على مستوى الدولي هون ولا على مستوى العالم. هذا الموضوع الرائج، هذا الموضوع اللي فعلا لازم كل العالم تحط الاهتمامات ضمن هذا الموضوع فقط لا غير. الاستدامة البيئية هو من أهم المشاريع اللي ممكن تكون موجودة. شكرا كثير لكم وبالتوفيق، وإن شاء الله بنعمل لكم لقاء آخر بتكونوا أكيد روجتوا للموضوع وسوقتوا. شكرا لكم، شكرا لكم. أكيد نحن مثل ما كنا معكم بهذا المعرض بكل تفاصيله من خلال سواء كان المشاريع اللي انعرضت بالإضافة إلى المخلفات البيئة، ولكن كمان خلونا نحكي عن أحد المشاريع اللي كانت موجودة وتم عرضها وشرحها للمعنيين. مرحبا، نتعرف عليك. هناء رسلان طالبة دكتوراه بالمعهد العالي للبحوث البحرية وكمان عضوة بفريق الفضاء، فريق الفلك. الله يخليك. تحكي لنا عن مشروعك، يعني نحن اليوم شفناهم كلهم تقريبا هنهم بيئة، أنت بحر اليوم، تفضلي. لا أنا بصراحة مشاركة بمشروع أول له علاقة بمعهد البحوث البحرية اللي هو بحثي، يعني بحث الدكتوراه له علاقة باستخراج، أو عفوا مو استخراج، دراسة غاز ثنائي أكسيد الكربون بالهواء وانحلاله بمياه البحر. طبعا الميزة بالبحث عندنا أنه هي أول مرة بيكون في بحث عم يستخرج مياه من الأعماق. نحن أخذنا مي على عمق لحد 200 متر، وهي المي عم ندرسها، عم ندرس خواصها الهيدرولوجية، عم ندرس خواصها الكيميائية، عم نقيس فيها الكربون اللاعضوي والكربون العضوي. بالإضافة لهذا الشيء عم ندرس تأثيرات هذا الموضوع، نربطها مع الهواء الجوي. فبهالطريقة هيدي يعني نحن بنحصل على معلومات ما أنا موجودة حتى بالمراجع العالمية، لما نحن بنبحث عن دراسات بالشواطئ السورية ما في، فنحن رح نقدم للعالم هيدي المعلومات كدراسة مرجعية لإلهم، وبتصير هي معتمدة بكل أنحاء العالم. إذا بدهم يدرسوا هالموضوع عالميا فدراستنا بتكون موجودة ومنسد هيدي الثغرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله بإذن الله. هيدا الجزء الأول. الجزء الثاني من الشغل تبعنا أنا والأستاذ عدي عباس اللي هو مخترع، نحن أعضاء بفريق الفلك اللي هو طبعا مجموعة طلابية بتعمل مشاريع علمية وبتدرس مشاريع علمية وبتشارك بمسابقات عالمية لها علاقة بالفضاء وبالفلك، بمستعمرات المريخ، مستعمرات القمر، بالإضافة لتصميم هاي المستعمرات ودراسة تحسين التربة، تحسين التربة المريخية طبعا واستصلاحها، إمكانية العيش بالظروف الفضائية. بتعرفوا طبعا لأنه هلا صار دائما الاتجاه نحو الفضاء، يعني صار باعتبار أنه الكرة الأرضية صار فيها كتير إشكالات العلاقة بالبيئة والطقس، فدائما في بديل عن بديل بالمستعمرات الفضائية. طبعا هذا جزء من مشاريعنا اللي نحن عم نعملها مع طلابنا بفريق مدرسة سرايا الذكية الافتراضية، اللي طبعا شارك بكتير مسابقات، وآخر مسابقة تقريبا شاركنا فيها ربحنا تلسكوب من ناسا، وهذا التلسكوب أهديناه لجامعة دمشق بشكل رسمي وصار ضمن مخابر جامعة دمشق بيستفيدوا منه الطلاب هناك. الله يسلمك. مرحبا، اهلا وسهلا فيك. عرف عليك. انا المهندس عدي عباس، مهندس الكترون، وانا مخترع حائز على جائزة البعثة الذهبي مرتين 2011 و2013. بالاضافه لذلك انا عضو بفريق فيزياء الفلك والفضاء.
مشاركتك اليوم كانت؟ هلا بصراحة المشروع هذا الاستدامة البيئية هو شيء كثير مهم في طور ما يحدث من استجرار واستهلاك كبير لموارد الأرض. نحن عندنا مشكلة موارد شديدة جدا، وحاليا بالأزمة بسوريا صار من المهم جدا البحث عن حلول محافظة البيئة، لأن هي أثبتت أن هي أقل كتكلفة. فأنا عندي هون مجموعة من الاختراعات، هون بتحب أعطيك النظرة عليها إذا بتحب كفو. أي ما في شيء. عندنا مثلا هون عبارة عن غيمة صناعي، في حال لو عندنا منشآت في مناطق صحراوية نحن بحاجة لإحداث فيء صناعي. فبنعمل نحن غيمة عبارة عن مطاضية يعوم فوق المنطقة اللي بيقوم فيها المشروع لحماية العمال من الشمس الحارة في المناطق الصحراوية والجافة. عندنا هون بيوت طينية، نحن بيكون عندنا كوارث أو عندنا حوادث أو زلازل أو ما شابه، نحن بحاجة لإسكان كميات هائلة من الناس. فكرتنا هي عبارة عن قوالب منفوخة بتنفخ بالهواء، بيتم بعد من ردم الطين حول هذه القوالب، ثم سحب هذه القوالب بتصبح جاهزة للسكن بدل الخيام اللي هي متعرضة للحرائق ومعرضة للأمطار وما إلى ذلك. هون في عندنا شيء له علاقة بالطاقة الشمسية. إذا عندي أنا أفران ضخمة للبلور لتصنيع القرميد أو ما شابه، فأنا بحرق الفيول. فبدال أنا ما أدخل الهواء على الحراقات بحرارة الهواء الجوي، بقوم بسحب بتسخين الهواء عن طريق عواكس قطعية بتكون موجودة على سطح البناء. هاي العواكس القطعية بتقوم بتجميع الهواء وإدخاله حار إلى الفرن، مما يوفر كمية الفيول المستهلكة. عندنا هون طاقة رياح. نحن عندنا العلفات الريحية المعروفة مثل الموجودة على طريق حمص، مشكلتها أنها مكلفة بشكل كبير نتيجة البنية التحتية الهائلة اللي بتحتاجها. قمنا بتصميم هذا النفق الهوائي في مركز النفق. هون يوجد عندنا العنفة الريحية الموجودة هون. هاي العنفة بتقوم الدفق بيقوم بتسريع الهواء عدة أضعاف، مما يخفض من قطر العنفة، مما يخفض من تكاليف تصنيع هذه العنفة. يعطي نفس الاستطاعة؟ استطاعة تماما. هي المتعلق الموضوع بس في قطر هذا البوق، هذا البوق قطره يعادل قطر العنفة الأساسية اللي كانت موجودة معنا. هون أهم شيء عندنا وهذا كثير خاص لمناطقنا بسوريا هو موضوع زراعة الإبزار المظلي. المناطق ما بين حمص وتدمر هي خالية من الأملاح لكن مليئة بالأمطار. نحن شو بنعمل؟ بنجيب الأبزار بموسم الأمطار، بنقوم بتغليف البذرة بأربع طبقات من الطين والأملاح، ثم إلقاء من الطائرات على المناطق الموحلة. بهالحالة بتشكل معنا تبقع طينة بهالمنطقة بتنزل فيها الحبة، بيكون بهالحالة هي بتكون الحبة أخذت الأملاح معها اللي هي بحاجتها ونمت بشكل كبير بشكل طبيعي تماما. شكرا لك وفعلا أفكار كثير مهمة وبالتوفيق. شكرا كثير لك. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا كنا معكم من رحاب جامعة تشرين مثل ما حكينا اليوم بهذا المعرض، وأيضا كنا معكم بكل التفاصيل من خلال المشاريع البحثية التي قدمت بالنسبة لمصفات دمشق للبتروكيماويات المعهد العالي لبحوث البيئة، وأيضا بعض الجمعيات المختصة اليوم باستدامة البيئية من خلال الحفاظ على البيئة بالتعاون مع القطاعات كافة العامة والخاصة والمنشآت الحكومية. كل هذه التفاصيل كانت معكم ضمن برنامج من اللاذقية. كنت معكم أنا منال حسون ومن خلف الكاميرا علاء غدير. تحية لكم وإلى اللقاء.